القطاع ديال الفندقة هو بحال كاع القطاعات ديال السياحة في أوروبا، في بروكسل خاصة. تأثرنا بزاف حتى حنايا في النهار الأول ديال الأحداث، كانوا بزاف ديال الناس اللي أنيولاو الحجوزات ديالهم، وكاين بزاف ديال الناس اللي تانيولات ليهم حتى لي فول ديالهم. دونك كانوا بزاف ديال الناس اللي ما جاوش، وكانوا بزاف ديال الناس اللي اجلوا الحجوزات ديالهم. ولكن الحمد لله لاحظنا هاد الايامات بان الناس ولات كترجع، خاصة من بعد ما فتحوا المطار ديال بروكسل، ولينا كنلاحظوا بان هاد الايامات هادي الفندق عندنا تقريبا عمر. عندنا بالمقارنة مع الايام اللي فات، هو في هاد الايامات بالمقارنة مع السنة الماضية نورمالمون كان عندنا لوتيل غيكون عامر، ولكن اللي لاحظنا هو ان الحجوزات ولات تقريبا في الصفر، والالغاءات ديال الحجوزات هي اللي كثرت. تقريبا نقدروا نقولوا بان كاين واحد النسبه ديال 30 حتى 40% اللي كانت تلغات ديال الحجوزات. الحمد لله احنا لاحظنا بان في الاسابيع المقبله تقريبا الفندق عندنا ممتلئ عن اخره، الناس اللي كانوا حجزوا من قبل ما لغاوش الحجوزات ديالهم، وكاين الناس اللي ما كانوش حجزوا رغم ان الاثمان يعني في هاد جوج ديال الاسابيع اللي جايه اثمان باهظه جدا، ورغم ذلك الناس حجزات، والناس اللي كانت حجزات قبل ما لغاوش، يعني الناس اللي كانوا لغاو الحجوزات ديالهم لغاوهم في النهار اللي وقعوا فيه الاحداث، وتقريبا الاسبوع واسبوعين قبل الاحداث بعد الاحداث. ولكن تقريبا 20 يوم بعد الاحداث الناس كلهم اللي كانوا حجزوا ما لغاوش الحجوزات ديالهم. تشجع الناس باش يجيو، ضروري خصها تخفض الاثمنه، وتنديروا حتى بعض ديزاكسيون باش كنجروا باش كنجبدوا الناس عندنا. كنا درنا نفس الشيء في الاحداث ديال 11 نوفمبر، ولاحظنا بان الناس تقريبا اسبوع اسبوعين من بعد داك الشيء الناس جات، ولكن درنا لهم اثمان يعني باش كنقولوا بحال جريناهم باش يجيو لعندنا.